السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا جيت لهذا المحل، مشيت لواحد المحل سبحان الله قبل منه، مشيت لالدي والساعة كان عندهم شي مشكل، انا كان عندي واحد الموعد، المهم قلت في الساعة ناخد شي حاجة، ولكن عندهم شي مشكل قالك اليوم سدينا سادين، ودخلت في ساعة لهنا ناخد غير شي حاجة في الساعة ونمشي في حالي، كان صهد بزاف. المهم وانا ندخل هنا كل غيط صغار الناس غيبقاو يسولوا فيا، ها هو مبين معاكم، ها هو الاسم، ها الدخله ديالو، وان شاء الله غندخلو نديرو فيه دويره. غادي نشوفو ان شاء الله واحد التخفيضات. انا اول مره كنشوف هذه في كل غيط، كل غيط كان دائما شوفوا القطشار 2.99 اذا 3 اورو. هنايا كل غيط كان دائما عنده الدقيق هو الغالي، شوفوا فارينا غلى منه، ميكس فارينا شار فارينا ميكس بي 2.99، خذ اللي بغيتي. هو تقريبا غتجي بحال مجازات اخرين، دابا داير هذاك هولاند انبارات اللي شاركت معكم، داير الحاجه الثانيه هو 4 اورو، والثانية غتجي 50%، اذا 6 اورو، هو نفس الثمن. اذا هذه مزيانة للناس اللي ما بغاوش ياخذوا جوج حوايج، بغاو ياخذوا حاجة ولا ياخذوا بحال دابا الفرد 3 الحوايج 5 الحوايج، فهمتوا؟ اذا رقم رقم. المهم انا دابا كنبقى نهضر معكم، هذه هي البطاطا، البطاطا اللي ذكرت لكم كنشريها مرة هي بيري كيديروها الناس، ولكن ما كتجيش بيري، حنا ما كتعجبناش، انا كنديرها مرة الا كنت زربانه كندير واحد جوج معالقات منها، احسن ما دير زعما البطاطا وهذه تسلقوها وتنقيوها، ولكن البطاطا موجوده من الاحسن. لقيت هذا تا هو جابوه ماء الزهر والماء الورد ديال المغرب، شي تاع المغرب، المهم حنا اللي كنستعملوه. اما هو اخر مره عاد اكتشفت فاش كنت كندير معكم الحلوه ديال العيد، اكتشفت بانه كيتصاوب هنا في بلجيكا هاد الماء الزهر والماء ورد، واخا المهم تقريبا نفس الماركه، ولكن شفت فيه لدريسه هاد ستيفيا اللي كنشارك معكم، كيجيني عليها بزاف الاسئله، ولكن داروها هنايا في هاد العلب اللي كيتسدو اللي ولاو جداد مزيانين زعما. كي ستيفيا ها هي بودر، ها هي سكر بني، هاد الحلوة هي زوينة كما كتشوفوا. السياسة بدا بها كل غيط هو الاول، هاد السياسة ملي كنت دابا 3 سنين ولا 4 سنين مع الجمعية ديال السيلياك، كل غيط مشينا عنده، المهم سولوه شي ناس، طرحنا عليه هاد السؤال علاش ما يجمعوش كل شي في بلاصة وحدة. دابا راه ماشي هادشي في بلاصه وحده، هاد المواد بدون جلوتين كل حاجه في بلاصه، علاش؟ قال لك لا درنا كل حاجه في بلاصه، بحال دابا الحلوى مع الحلاوي، سباكيتي مع سباكيتي العاديه، فهمتوا؟ قال لك باش الناس ماشي باغي بحال دابا غير المواد بدون جلوتين. شوف هاد الحلوى كنشرح لكم جمله ولكن كيمشي، والصور هادي تاع اللوز، شوفوا هادي الاخرى ديال فيها التفاح، اورو 80، اذا رخيصه بزاف، تقريبا بحال الثمن ديال الحلوى بالجلوتين. براوني نفس الثمن اللي بغيتو، اما باللوز يا اما هذه بالشوكولات، اورو 80، وزوينه زعما المذاق ديالها زوين. هادو كنت كنشريهم، هادو اللي على اليسار كنت كنشريهم بزاف. هاد حلوه الكوك واخا ما فيهاش العلامه، شوفوا شحال كدير، اورو 36 تقريبا نصف كيلو، زوين. انا المهم ولات كتغلبني في السكر، فيها السكر بزاف، ها هي 400 غرام. قلت لكم السياسه بان بحال دابا داخله لواحد الحاجه، ها هي بلاصه اللي فيها السكر وفيها داكشي تاع الريجيم، تقريبا حيدوا منها، كان هنا بدون جلوتين، ولكن دابا وزعوه على المحل كامل هنايا ديال السكر، والناس اللي بغاو ينقصوا الوزن كاين حتى 85% كنظن ديال الكاكاو. قلت لكم باش بحال دابا شي واحد باغي محتاج شي غير مواد بدون جلوتين غيمشي ليهم ديريكت وغيرجع. شوفوا هادي راه غاليه، هاد الماركه دابا داروا لها 2.18 اورو، وهاد السياسه كاينه هاد كيخدم بها كل غيط، ملي كتاخدي 3 الحوايج كينقص لك، كيديرها دائما. ها نتوما 3.56، ولكن الا خديتي 3 الحوايج 3.33،
هادو شريتهم ديال الحمص، هذا انا ما عجبونيش، ولكن كل واحد والمذاق ديالو. هالكينوا تبارك الله 500 غرام بالالوان بيو، تهي نزلوها، والثمن رمزي، ثمن زوين. هاد الرقائق ديال الارز والشوكولات شوفوا شحال، 89 سنت. يلا هضرت لكم عليهم، وكاينين في باكيات فرديين، كل باكيه فيها كنظن 3 الوحدينات. هادو انا ما كيعجبونيش لي بالشوكولات، كنشريهم غير لبناتي. هادو اللي ذكرت لكم شوفوا 36 سنت الوحده ديال الارز بيو، 69 سنت اللي بالملحه ديال البحر، عطى الله الاشكال والانواع. شوفوا المهم شفتوا الفرق الا خديتو 3. هذا سمحوا لي خبز عادي غير خديته، كنت كنتقدى وكنتمنى حتى حنايا نعودو نديرو هاد الطريقه، يكون عندنا الخبز طري ونشدوه ونقسموه بوحدنا في هاد الاله، يدير لنا اله بوحدنا، خبز زوين كيشهي سخون. هنا غنشارك معكم تاني، هنا شوفوا في بلاصة الخبز ها هو شار، تا هو ناقصين منه جميع المخبوزات ديال شار. شوفوا 2 أورو و16 الباكية. هنا دايرين هذيك القضية تاع الا خديتي الثالثة كينقصوا لك هنايا في هذه، اما في شار ميكس بيك لكم لا، اي حاجه خديتو بنفس الثمن. كاين هاد الماركه اللي عاد ماشي خرجت، المهم الاواخر الاعوام الاخيره زوينه هاد الماركه، كانت كتبيع عندنا في كارفور، ودابا جابها كولغيت. هادو خبيزات كنظن بزاف الاشكال فيهم، اللي بالزريعه السمرين البيضين كيتباعوا هنايا على هاد الشكل. ها هما شتي 3 أورو 59، الا خديتي 3 3 أورو 23. وبالطبقه غادي ندوز على هنايا الحبوب، زريعه الكتان ها نتوما نص كيلو بأورو 99، بحال الا مهرسينها شي شويه، وبيو هنا كلشي الحوايج ديال البيو بيو. هنا المكسرات، هنايا هي البيتزا، كل غيت كيتصلوا بيا شي بنات قلت لهم راه كل غيت راه عنده شحال من عام بيتزا، وكانت عنده حتى الورقه ولكن ما لقيتهاش وسالت ليهم ولا لا، الورقه ديال الديب فريز. كانت عندهم حتى ها هما الماكولات على الفريغو، هاد السيريال، هاد نوغليت هذا تاع الشهر، وهذا نوغليت هو ديال كيجيبها بزاف كول غايت. انا كنت باقا نذكر لكم الاسم ديالو، ولكن مع ذلك غتجيني الاسئله اش من محل اشنو سميتو، رانا بينت الاسم ديالو هذا. وكل غايت رانا شاركته معكم في الاول ديال هاد الوباء، فاش كنت كنستنى برا وسجلت لكم حتى هكاك ان عندهم هاد السيستيم، انت كتحطي الكروسه ديالك وهما اللي كيستفوا لك. هاد الشخص كان زربان ولا مالو جا الصهد ما كانش كيستف ليا مزيان، اما هما اللي كيستفوا لك من كروسه الكروسه. شوفوا تبارك الله داكشي. اذا الناس تاع بلجيكا، الناس اللي عايشين المغرب عندهم عائلاتهم هنا كيتقداو ليهم، ها هو موجود تخفيضات. كنتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.